اسم ديالي خليل عماد، صاحب مقهى ريستورون رويال لندن. انا مستثمر، جيت من مدينه الدار البيضاء لمراكش. استثمرت كل ما كان ملك الحمد لله، وكاين شي حوايج تسلفتهم باش كملت هذا المشروع ديالي. قلت بسم الله. ساعه لقيت اشكاليه ديال هاد الناس اللي في اوتيل رويال لندن، اللي سموا الاوتيل على حساب الاسم ديال القهوه ديالي. المبشغل اللي ما عرفتوش شنو هو، واش بيه شي ياخذوا لي القهوه ولا ما عرفتش، سموه على الاسم ديالي. لقيت معهم مشكل، كانوا شدوا لي الجيرون ديال المقهى كما كنقولوا بالعربيه سلخوه. موراها التجأوا لطرق ديال الحيله، اللي هما كيمشيو كيشكيو بيا بانني انا متسبب لهم في اضرار ومتسبب لهم في خسائر ومتسبب لهم في بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء لا صحه لهم في الواقع. وابار هادشي كامل انا كنطالب حاجه وحده، واش انا اللي خسرت فلوسي واستثمرت في بلادي فيها شي اشكال؟ حيت هاد الناس راه ضروني، لا اله الا الله، بغاو يديو لي المحل بطريقه غير قانونيه. جاو عندي قالوا لي راه بغينا نشدوا المحل وانت خرجتي لنا في عودنا. قلت لهم انا نعطيكم لي فاكتور على داكشي اللي صار في المحل وصالحو، وعطيوني داكشي اللي كاين في الفاكتور ونخرج بحال هادشي. قالوا لي لا، مين مشاو تشاوروا مع مولين شي قالوا لهم راه هذاك السيد هو اللي خاسر فلوسه في المحل. من وراها التجأوا للطريقه ديال الابتزاز وداكشي. انا دابا راه كنتهدد يوميا جوج المرات ثلاثه باتصالات هادشي فيا، وكنتلقاو لي الناس اللي غنمشي ندير حتى هما غنحط بهم شكايه، ولكن غتحط شكايه ضد مجهول، لان درنا الشكايه الاولى ما صدر عليها حتى شي حاجه. درنا المحضر ديال الدري اللي تضرب جيرو ما صدرت عليه حتى شي حاجه. بغيت نفهم واش هاد الناس فوق من القانون ولا كاين القانون؟ حنا هما كما كنقولوا حنا هما رجال البلاد، بغينا حقنا يتخاد لينا. الا كاين فيها الحق انا راه قابل عليه، الا ما فيهاش الحق اللهم ان هذا منكر. الواقعه اللي وقعت اخويا انه النهار الاول في رمضان انني جاي نشعل واحد ستراكتور، وانا معتاد على داك انني يوميا تدخل لوطيل عادي، انا ما عنديش المشكل فهمتي، بالصفه انهم كلهم تيعرفوني. وواحد هذاك النهار جا هذاك السيد اللي في لا ريسيبسيون فهمتي، وبدا تيضرب فيا لا ما عندكش الحق تدخل هنايا، وكان مع مول الشي. وتنقول له ترى السيد راه عارف شنو كاين، انا تدخل هنايا وهما تيدخلوا عندنا عادي، الا ماش غشوا بدا تيضرب فيا فهمتي. وتضربت انايا، وفاش جا المخزن وهذاك الشيء مشيت انا للسبيطار ديك الساعه، وجا المخزن هزني في الصافيت، مشيت عمرت معاهم المحضر ولكن والو، ورغم ذلك ما كاين والو. ان هاد الناس هادو يعني تيقول لك حنا فوق السلطه، سير جري جهدك، ما عندك ما دير. ملي تيقول لك واحد الانسان ان فوق السلطه، ما اش باقي بدير معاه، ما عندك ما تقول ليه. والاضافه اللي كنبغي نقول هو صاحب هذا لوطيل راه ساحي اجنبي من العراق، واش مستغل السلطات ديالو ولا ما فهمتش؟ المهم راه بغى يحيد لي هذا المحل باش يردو محل ديال الشراب. انا راه كنقول يا اله الا الله محمد رسول الله، محلي ومحلي راه عندي فيه عقده ديال 3 سنين، واللهم ان هذا منكر.